يتصلون بالتعليق. وأرحب في هذه اللحظات بالزميل يزيد بن سعيد الجني اللي يتواصل معلقا على أحداث وتداعيات هذا الشوط الخامس الشوط المنطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، ها هي أشواطنا الأربعة للرموز انتهت في مساء هذا اليوم في 24 من شهر يناير، في يوم يسبق أيامنا الختامية لهذا المهرجان، في سابع أيام هذا الكرنفال والعرس التراثي الكبير تابع لسباقات الهجن العربية الأصيلة مع مسافة 8 كيلومترات. إذا تهانينا لمالك ضو صاحبة الشلفة الفضية لشوطها المفتوح سلطان بن سيف بن معضد المشغوني، بينما رئيسي القعدان المفتوح كان مع ظبيان لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي، بينما الشلفة الفضية الخاصة بالمحليات كان هناك حمود بن محمد بن سالم الوهيبي من مالكا لهملولة ومالك الشلفة. شوط المحليات العمانيات الخاصة بسن القعدان كان عبيد بن سلطان بن مرخان الاكتبي من مرافقا للشداد الفضي. أيها الحفل الكريم، ينطلق شوط جديد لا يقل وزنا ولا أهمية من الأشواط الماضية. مباشرة ننتقل إلى المركز الأول، وهذه مزنة في مقدمة الشوط. الملكية تعود لأحد ممثلي العوينة، منصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين في مقدمة هذا الشوط. شعار لقب بصائد الرموز ويظهر لنا مع بدايات الختاميات لسن الكبار. المركز الثاني، هذه هي الشاهينية على المركز الثاني لجبر بن محمد بن جبر المهيري على المركز الثاني. ننتقل إلى ثالث الرموز، ننتقل إلى ثالث الإعلام، ننتقل إلى ثالث الفطاحلة، وهذه انذار. انذار والانذار مع انذار، وصافرة الانذار مع انذار لسيد خليفة بن علي بن خليفة الرميثي اللي قادم بدوره بهذا الشوط. المركز الرابع، المركز الرابع، هذه هملولة. هملولة أحد الهماليل الكبيرة والعانيات من دولة الإمارات العربية المتحدة، وشعار السيد محمد بن حمد بن كردوس العامري. مشاهدين الأعزاء، ننتقل إلى المركز الخامس، هذه سيوف، أحد السيوف الشحانية القوية البتارة، سلطان بن نوار بن دخيل الله الاعتيبي. هذه النتيجة يا جماهير الأعزاء للثمانية كيلومترات. نذكر بالجائزة نيسان بترول، هنا جائزة المركز الأول، الجوائز الثمينة التي وضعت في هذا المهرجان الثمين، هذا المهرجان الغالي المسمى باسم غالي، مهرجان الأمير الوالد. أيها الحفل الكريم، مرة ثانية نعود إلى مقدمة الشوط وإلى صائد الرموز وإلى مزنة، الاسم المحبب لدى دولة قطر وجماهير مزنة. مزنة مزنة لمنصور بن غالب منصور بن سيف الخيارين مقدما مزنة، وهذا شعار كبير، شعار حمل اسم إعلان، إعلان راعية السيوف والرموز. غانم أو منصور بن غانم بن سيف آل سيف الخيارين في مقدمة الشوط. المركز الثاني، ناخذ اللي بالمركز الثاني، ناخذ من وصلت الشاهينية لجبر بن محمد بن جمعة بن جبر المهيري بالمركز الثاني. أيضا هذه الشاهينية لديها إنجازات عديدة، لديها سجلات كبيرة وتحمل شعار كبير أيضا المتحدي. مشاهدين الأعزاء، المركز الثالث، هذه انذار. انذار وأنذرتكم من انذار، انذار ومعها هذا الشعار، انذار في هذه اللحظات بشعار خليفة بن علي بالخليفة الرميثي، شعار أهالي السمحة، أهالي السمحة
أو أهالي دبي. مشاهدين الأعزاء، خليفة بن علي بن خليفة الرميثي اللي قادم في هذه اللحظات. ننتقل ونتابع سيوف، السيوف البتارة، السيوف القاطعة قادمة مع سيوف ومع شعارها، شعار كبير: سلطان بن نوار بن دخل الله العتيبي. يا السلام، المركز الخامس، المركز الخامس. شد الحيل يا العتيبي، شد الحيل في هذا المهرجان، في هذا المهرجان. يا السلام، نيسان بترول ستيشن، يا السلام. هنا جائزة للمركز الأول، زعفران تكريم، تتويج، شرف كبير. الفوز دائما ونحن فائزون دائما في هذه المهرجانات. هذه هي هملولة، خامس الرموز، خامس الإعلام، محمد بن محمد أو محمد بن حمد بن كردوس العامري. مشاهدين الكرام، في هذه اللحظات تشاهدون هذه الجوائز الثمينة، هذه الجوائز الغالية أمامكم على شاشة الريان من الجانب. مشاهدين الكرام، وجائزة هذا الشوط إحدى هذه النياسين، يا السلام، نيسان بترول ستيشن الإي، يا السلام، جائزة المركز الأول. لكن دعونا نعود والعود أحمد، نعود إلى مسيرة الكبار، نعود إلى هذه البطلة، نعود إلى هذه العملاقة، نعود إلى هذه الممثلة لأهالي الشحانية وبالتحديد أهالي العوين. هناك يا السلام، يا السلام، 4 كيلومترات انقضت بسرعة، 4 كيلومترات تبقت، وياهي 4 كيلومترات ثقيلة على المضمرين، لكنها خفيفة على هذه الكار الثنايا، الذلل الأصايل المنطلقات، ولكن بقيادة صائد الرموز، بقيادة صائد الرموز. هنا متخصص أشواط الرموز وصائد السيوف منصور بن غانب بن منصور آل سيف الخيارين، مسيطر على الموقف، يحافظ ويركز وينطلق دائما، وهو يستمتع في مشاركاته مع سن الكبار. وهنا دورة 8 كيلومترات، من تحتضن هذه النخبة ونخبة النخبة في أيامنا المقبلة. يا سلام، المركز الثاني، المركز الثاني، هذه من وصلت إلى المركز الثاني، وهذه إنذار، اللي أنذرتكم من إنذار واللي حذرتكم من إنذار، إنذار شديد اللهجة من خليفة بن علي بن خليفة الرميثي بأنه موجود في هذا المساء، موجود في هذا المساء، خليفة بن علي بن خليفة الرميثي. يا السلام، يا السلام، المركز الثالث اللي وصلتنا في هذه اللحظات، الشاهينية لجبر بن محمد بن جمعة المهيري. وفي المركز الرابع سيوف، سيوف، سيوف اللي قادمة، سيوف أيضا تحمل آمال وتطلعات أبناء الشحانية القادمين بكل قوة إلى المركز الرابع. سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي، يا السلام، اللي في المركز الرابع وفي المركز الخامس، وفي المركز الخامس، هذه اللي وصلت المركز الخامس في هذه اللحظات. وصلت الأسماء وتدخلت الأسماء في هذه اللحظات، نتعرف على من يأتي خامساً في هذه اللحظات. وهذا شعار أيضا كبير، وهذه مزنة، وصلت مزنة لسالم بن حامد بن حمود الحجري اللي على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، وين وصلنا؟ تبقى لنا يعني القليل بإذن الله، القليل، 2 كيلومترات قدمنا هناك. بنشوف رقص الثنايا والذلل الأصايل المنطلقات. هناك تجمعت أسماء كبيرة هنا على أرضية هذا الميدان، وهذه المشاركة القوية الخليجية من كل ميادين السباق. وأعود إلى العوينة اللي منطلقين، العوينة منطلقين، وهذه هي مزنة الفوز، مزنة الناموس، مزنة تمطر بالنواميس دائما مع شعار كبير: منصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين. إذن بإذن الله، منصور دائما منصور الله، غانم بن منصور آل سيف الخيارين يسيطر على الموقف، يحافظ على هذا الموقف. 2 كيلومتر عن النهاية، 2000 متر، وهذه مزنة من تنطلق، وهذه مزنة. يا سلام يا جماعة،
جماهير مزنة هي الأقرب إلى الفوز إذا واصلت على أدائها الجميل وعلى رقصها الفنان. يا سلام المركز الثاني، هذه اللي وصلت انذار 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 شديد اللهجة والخطر من انذار في هذه اللحظات. وعند الكيلومتر الأخير هناك نطلق لكم صافرة الانذار بالتحدي والنزاع والصراع في ميدان التحدي. خليفة بن علي بن خليفة الرميتي هو من يملك انذار في هذه اللحظات. 1500 متر والشوط يبدو أنه بين انذار ومزنة، انذار ومزنة. انحصرت المنافسة ما بين الثنتين. ناخذ المركز الثالث وهي الشاهنية جبر بن محمد بن جمعة المهيري، وفي المركز الرابع سيوف يا العتيبي نوار أو سلطان بن نوار بن دخن الله العتيبي. يا سلام المركز الخامس، شوف الخامسة آخر نداء بنذيعه، آخر نداء. وهذه هي الركود لمحمد بن سعيد بن عيسى الفلاحي. أعود بكم إلى مقدمة الشوط. الله ياهو تحدي كبار، ياهو صراع الأقوياء، ياهي ثقة بين الثنتين. يا سلام مزنة يا مزنة الفوز، مزنة يا مزنة النواميس، مزنة يا مزنة التاريخ. اسم كبير، اسم يعشقه الكل، مزنة لمنصور بن غانم بن منصور السيف الخيارين. دخلنا الغلاف الجوي للكيلومتر الأخير، 900 متر نهائية. الكل يحتار، الجماهير تحتار ما بين انذار وما بين بزنة في لحظات نهائية، في لحظات ختامية، في لحظات محرجة، ولكنها صامدة 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 صامدة. مزنة يا سلام يا مزنة، وقلها قب يا مزنة، وذهبت مزنة. وهذه اللي على رأسها علامة الجودة، علامة الجودة في هذه اللحظات. أشكرك أشكرك يا صايد الرموز. الله الكل يشاهد، وما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله. بدون أي تعليمات، بدون أي تعليمات انطلقت مزنة تريد أن تضيف زعفرانا إلى زعفرانا، ناموسا إلى ناموسا. هنا تاريخ كبير، تاريخ كبير. العصا قوس كما قوس الربابة، وبنقولكم وبنقولكم 3 سيارات في رصيدها. والمعرض المتنقل السيارة الرابعة، معرض باسم العوينة، وحاصل على السيارة في سباق المؤسس الكبير. سلام يا العوينة، سلام سلام يا الشحانية، سلام. تضيف رابع السيارات في رصيدها مع غانم بن منصور آل سيف الخيارين. أشكرك يا أبو منصور على هذا الناموس. المركز الثاني، هذه من وصلت إلى المركز الثاني، الشاهنية أو انذار لخليفة بن علي بن خليفة الرميتي. المركز الثالث الظفرة لعلي بن صغير محمد بن سيف المنصوري. المركز الرابع الشاهنية لجابر بن محمد بن جمعة المهيري. المركز الخامس الركود لمحمد بن سعيد بن عيسى الفلاحي. مشاهدينا الأعزاء تهانينا والناموس. هذه مزنة اللي قامت راس وأنهت الشوط راس بدون أي تعليمات. 4 سيارات في هذا المساء أضافتهم في رصيدها. إذن هذه لحظات الفوز. والتوقيت الزمني، التوقيت الزمني لحظة الوصول، وها هي مزنة يا أخواننا يا مشاهدين. ومزنة تضيف الإنجاز إلى الإنجاز. 12 دقيقة 32 ثانية 48 جزء من الثانية هو توقيت مزنة. بينما المركز الثاني، المركز الثاني انذار لخليفة بن عبد الله أو خليفة بن علي الربيثي. 12 دقيقة 34 ثانية 96 جزء من الثانية. المركز الثالث وصلت الظفرة لعلي بن صغير بن زيد المنصوري. توقيتها الزمني لحظة الوصول 12 دقيقة 40 ثانية 44 جزءا من الثانية. إذن مشاهدينا الأعزاء ننوه للسادة الفائزين بالرموز في أشواط مساء هذا اليوم بأن التتويج